الحمد لله زوج بن حليمه. خرجت في اول سبتمبر 2019 رحت الاليكونت تلاقيت محمد عبد الله. انا لما كنت هنا في الجزائر وكنت حاب نخرج من الجزائر باش نروح للخارج تواصلت مع محمد عبد الله. محمد عبد الله كان في تواصل مع زيتوت. زيتوت قال لعبد الله قال له قول له ما يخرجش لانه نسحقوه باش يقعد تما كاين في الجزائر باش يستخدمني باش نعطيه زعما المعلومات نقعد في وزاره الدفاع ونقعد نعطيه في المعلومات. وكانت في فتره تاع حراك وكلش. لما خرجت تلاقيت مع محمد عبد الله على 3 تاع الصباح. محمد عبد الله على 3 تاع الصباح فوت لي زيتوت وتكلمت معاه قال لي راك معانا ومرحبا بكم وما يخصك والو. وقال محمد عبد الله قال له هو معاك قال له تهلا فيه وديه بيته وشوف وين يبات. كان يستنى مني باش نزيد نقدم له خدمات ونعطيه معلومات وكان نعرف كاش حاجه ولا تجيني كاش معلومه نقدمها له اللي هو ارساليات مثلا كي تكون عندي ارساليه ولا هكا ما نكونش انايا ما نحطهاش ولا نبعثها له اللي هو ارساليات مثلا تاع وزاره الدفاع ولا ارساليات الشرطه ولا ارساليات تاع كشف الوزاره ولا محمد العربي زيدو. هذا عنده استراتيجيه كل واحد واش يعطيه. مثلا انا يعطيني على نهضر على الجيش ونهضر على الشرطه. عبد الله يعطيه يهضر على الدرك ويهضر على مؤسسات وزاريه اخرى. هو يتكلم مثلا على الرؤساء مثلا باش يبان دبلوماسيه. هو كان لوبجيكتيف تاعو كاع لما كان يتواصل معايا كان يهضر علي في التليفون يقول لي لازم تتكسر المؤسسه العسكريه لازم نضربوا لها البيليات. العربي زيتوت يتواصل معايا يقول لي ناقل الكفر ليس بكافر وناقل الفحشي ليس بفاحش. يدي ديك واحد الفتاوى من عنده مش عارف من يجيب هذوك الفتاوى وانا ما عنديش علاقه مع الدين انا ناقش في الدين بزاف. يبدا يدير في هذه الفتاوى ويقنعك بطريقه ادبيه شغل يدخل لك بطريقه دبلوماسيه شغل يحاول انه يقنعك ويقنعك حقيقه في الاخر تقنع. والدين الاسلامي ما كانش حاجه حرام باش يقول لك ما تكلمش على عائله تاع مسؤول الدوله تسمى من حقك يقول لك باش تتكلم عليهم. شوف خاوت محمد العربي زيتوت هو اسماعيل زيتوت وميدود زيتوت اللي متكلفين بلا بروباغوند ولا مانيبيلاسيون ويدخلوا لي جون الشباب يتواصلوا معاهم. كيما اسماعيل زيتوت يتكلم مع نشطاء هنا في الداخل بصح ما يتكلمش معاهم فوكال باش ما يعرفوش يتكلم معاهم دايما بلي فوكونت ويعطيهم توجيهات ويعطيهم تعليمات. بصح هادو زوج ما يدوش تعليمات مباشره من رسالهم اللي فيديرو تاعهم ما يديرهمش وحدهم. خوهم الكبير هو اللي يعطيهم اللي فيديرو تاعهم. هو ما يديش لا ديسيزيون وحده هو يديها مع مراد هنا تما كاين دي رينيون سيكري كل واحد عنده ديرين يوم مع جماعته. هو يدير مع دهينا وجماعة راشد يديروا دي في ديروت من بعد يعاود يروح مليا هاي صوتي العربي زيتوت مع اسماعيل زيتوت وميدود زيتوت واسير الشود وحيد وزوجة محمد عبد الله وكلس ديري هذا الكلون يزيدو يطاكيو يزيدو يدخلو لي جون ويدخلو اللي عندهم لي باج ولا عندهم لي كونت اللي عندهم شوية تأثير يدخلو عليهم ويقولو لهم اش تقولو اش تتهضر. اسماعيل عايش في نوتنغهام متزوج بوحدة كرواتية في فرنسا. عرض عليا قال لي نعطيك سكنة تاعي في تشيك في براغ. قال لي عندي سكنة في براغ قال لي نعطيها لك تطلع تسكن فيها. قال لي وقت تم تخبى تم ما تجيش تخرج. اسماعيل زيتوت ما يخدم ما يصدم ما يدير والو. سيد قاعد الدراهم كاين كلش كاين تليفونات عنده واحد 17 تليفون قدامو شحال من خطره يحل ديك الكاميرا يشوف تليفونات كذا 17 تليفون جوج تاع لي زورديناتور وقاعد خدام. عنده حوالي 24 صفحه تاع فيسبوك. اسماعيل زيتوت كان عنده دي كوميرس وغلقهم ما عندوش بزاف من اللي غلقهم. الاموال اللي عايش بهم هو عايش بدراهم الباي بال من عندي من عند امير عايش من عند الاموال تاع محمد عبد الله تاع الكاميون تاعو. تما عنده مصاريف منه من عنده مصاريف منه من تما ينافيغي في الشهر يدخل واحد 3000 4000 اورو بلا ما يخدم. الميلود زيتوت ايضا الميلود زيتوت خدام في شركه تاع انفورماتيك يخدم لي بيس لي بيس صغار تاع لا ميموار في بلجيكا. يخلط منه من في الادسنس في جوجل في اليوتيوب في لي كانيو ثاني يتلقى اموال من عند راشد اللي يعاونوه ويدعموه وهو ثاني يمد الاوامر للشباب ويمد الاوامر اللي عندهم صفحات واللي عندهم تاثير ويعطيهم واش يقولوا. انا مثلا كان يعيط لي قبل اللايف نص ساعه يقول لي هاوش تقول لهم في اللايف بالحرف الواحد. اسيا قشود هذه انا ما كنتش نعرفها من قبل واصلا ما كنتش نحملها كاع لانه هي دائما تشوف في روحها باللي كاع الناس تعشق فيها وبعد تحبها وكاع الناس شغل رايحه معها في الخط.
حتى الفترة الأخرى من اعتقلوا محمد عبد الله هبطه بدأت تعيط لي وليدي كي راك داير لاباس بخير كيفاش ما يخصك نعاونك راني هنا نشوف لك ديزافوكا ريقليك هي تحوس تجبني عندها أمير ديزا تحوس تجبني عنده محمد العربي زيتو تحوس تجبني عنده بدأت هي تحوس تجبني عندها ثاني تكسبني عندها دايما باش يحاولوا أنهم يجيبوا ذاك الإنسان اللي يكون معروف باش يتكلموا عليه باش هما يبانوا يديروا به الباس ولي دايما نعاونك نجيب لك ديزافوكا ريقلي قضية محمد عبد الله اللي حاكمها هي واش دارت هي ومحمد العربي زيتو محمد العربي زيتو الثاني هو يشتغل بها دايرها شغل دمية مكونة جمعية اسمها جمعية محمد عبد الله في باريس في باريس اللي يقود هذه الجمعية كومبلي في الحقيقة مور الباش كما يقولوا مور الباش والعربي زيتو ماهيش أسيك الشيطان اللي يواجه هذا عيطت لي بدات تتكلم معايا ودارت الجمعية تاع محمد عبد الله هي ما حبتش تدخلني في الجمعية تاع محمد عبد الله معاهم لانه هي كانت فيها كانت عندها مشاكل دي رونكيل مع امير دي زيد كان عندها دي رونكيل وكانت دائما تحاول انه تقطع عليه المعلومه ما تعطيش المعلومه على محمد عبد الله لانه زوجة محمد كانت تحكي لها او صرالو اللي متوا شارع او اش قالوا له هذه اسئله شوت داتني عند المحامي تاع محمد عبد الله اللي هو تريكو هذا جاري في 14 اروديسمون في باريس لافوكا هذا تريكو زعما باش يشد لي قضيه تاع اللجوء تاعي قال لي القضيه تاع اللجوء تاعك ما عندي ما ندير لك فيها عبد الصمار عيط لي في التليفون قال لي روح ندير معك حصه قال لي انت راك تحت الضغط هنايا في فرنسا قال لي انا ماذا بيا قال لي انا يعرفوني بزاف هنا لي ديبيتي فرونسي هادو تاع لي فرونسي لوميير لي بريفيكتور وكلش قال لي يعرفوني يقراو لي جورنال تاعي وكلش واش نكتب قال لي انا ماذا بيا تحضر معايا في الحصه تاعي قال لي باش نعرفك عليهم ويعرفوك هما يعرفوا القضيه تاعك قال لي ويعاونوك هنا في اللجوء تاعك في فرنسا كنت عايش بالمصاريف تاع اللجوء طلبت اللجوء لما لحقت في 18 سبتمبر طلبت اللجوء كي تطلب اللجوء يعطوك مصاريف كانوا يعطوني 500 اورو احيانا كانت تكفي احيانا لا بصح احيانا لا احيانا كانوا يمدوا لي مصروف كان احيانا كان يبعث لي زيتو احيانا كان يبعث لي امير كان يعطيني دراهم نهار اللي دخلت كان يبعث لي الا ما يبعث ليش هو كان يبعث لي ناس واحد اخرين هو دائما باش مي هما دائما باش يتهربوا من الرقابات لانه هما ثاني ايضا في اوروبا راهم محطوطين تحت العين راهم محطوطين تحت المراقبه هو امير دي زيد امير دي زيد عنده بليس دو 200 ميل اورو عند العربي زيتو مخبيها عند اسماعيل زيتو وعنده بليس دو 200 ميل اورو مخبيها عند بوكازوحه بليس دو 200 ميل هضر لي عليها اسماعيل زيتو قال لي دراهم راهم عندي قال لي اني شادو من يدو اللي تجعو قال لي ما يتحركش شادين عليه علاش امير دي زيد دانيرمون بدا يسحب في دراهمو من عند اسماعيل زيتو وبدا يسحب في دراهمو من عند بوكازوحه راه يخبي فيهم ضرب عند نسيبو لانه هو سدوه من يدو اللي تجعو هو حاب يتحرر من هذه القبضه قال لك ندي دراهمي ونكسب ندي اموري ومن بعد نخرج معاهم في صراع في المواجهه امير دي زيد ما يمدش بزاف دراهم امير دي زيد يمد للناس اللي هنا الداخل اللي عندها صادا كيما تجاديد كيما هذو يمد لهم دراهم باش دائما ابراهيم الاعلامي هذو يمد لهم دراهم باش كي يخرجوا يتكلموا عليه في اوت 2021 انا طلعت لفرنسا سبتمبر اكتوبر كنت في تواصل معاه كنت نتلاقى مع امير دي زيد في سبتمبر 2021 اكتوبر 2021 كان امير دي زيد يقول لي نشوف لك لافوكا تاعي ونريد لك مع لافوكا تاعي انا ما نعرفش لافوكا تاعي في اكتوبر 2021 عيط لي امير دي زيد داني لافوكا تاعو جاي في الويتيام اروديسمون شمو اوليفي فوكس في باريس حدا السفاره تاع الجزائر في لاري دو ليزبون لافوكا تاعو جويف عيط لي داني معاه عند لافوكا انا ما على باليش بلي لافوكا تاعو جويف ويخدم مع لي سيرفيس سيكري فرونسي ما على باليش بها انا هادي اللي قال لي عليها قال لي عليها اسماعيل زيتوط اسماعيل زيتوط هو اللي تواصل معايا كي كملنا مع عند لافوكا قال لي لافوكا تاعو جويف ولافوكا تاعو يخدم مع لي سيرفيس سيكري فرونسي وغادي يريقلك قال لي بصح يطلب دراهم باش يريقلك باش يفوت لك الدوسي تاعك مع جماعه الدي اس تي تاع فرنسا انا رحت عند لافوكا تاعو لافوكا تاعو تكلم معايا حكيت له جيت من اسبانيا وعساكري وطلبت اللجوء في اسبانيا وطلعت وهبطت قال لي اوكي قال لي ماشي مشكل قال لي ريقلك
قال لي ونشوف لك مع الجماعات الداخليه باش يحكموا لك الدوسي، لان الدوسي تاع اللجوء يقرر الجماعات الداخليه في اي بلاد. قال لي نشوف رجلك مع الجماعات الداخليه، وانا ما على باليش. امير ما قالها ليش، امير طيش لي غير شره في القهوه في اكتوبر 2020، طيش لي غير شره كي كنا عنده. قال لي هو يعرف ناس في الداخليه وفي لابريفيكتور وفي وين يدرسوا الملفات تاع اللجوء في لوفطرا وفي لوفطرا. شكون يخدم تما؟ يخدموا غير جماعه الدي اس تي باش يديروا عليك لونكيت. اسماعيل زيدوط تواصل معايا بيومين قبل ما يحكموني، قال لي شكون يعرف المسكن تاعك؟ قلت له مكاش لي يعرفو. قلت له يعرفو غير الامير دي زيد. هذه صرات لي قبل ما يعتقلوني لو 24 جانفي 2022، صرات لي بواحد اليومين قبل. عيط لي هو وتواصل معايا، قلت له علاش؟ واش كاين؟ قال لي امير دي زيد راه يوصل لك في ميساج، قال لك الزوجه تاعي اللي هي هبه ياسمين سعيداني هي اللي شتات ليك عند عناصر الشرطه مع المحامي تاعو هذا الجويف. قلت له واش داروا في الشكوى؟ قال لهم بلي هذا عسكري وكان صاحبي ودروك راه يجبد عليا ويعرفني من نسكن ويعرفني واش ندير واش نخدم وكيفاش نصور واش هو التخمام تاعي. قال لهم اني خايف زعما كاش ما يهضر عليا ولا تما، كان يحاول يتخلص مني دائما. في 24 جونفي رفضتني الشرطه الفرنسيه ودارولي تحت الاقامه الجبريه. ما جاتنيش كيفاش واحد اللي يقول لك من الاحرار وحنايا والنظم الدوله وكذا، ومن بعد يروح يبيعك للشرطه الفرنسيه. السبب هو انه من الفيديوهات تاع بونويره ومن صرات له عقده نفسيه، وكان عنده ثاني كان عنده راه عنده مشاكل مع الزيطوط. علاش داوشو؟ لانه امير دي زيد ما ولاش يعرف واش راه صار لمحمد عبد الله، وما ولاش يعرف وضربوا في بعضهم على قضيه محمد عبد الله. اجا قضيه محمد عبد الله شكون يدي السبق تاع المعلومه؟ ها باش يديروا الباز، باش كاش ما يدخلوا بهم شي هضره في اليوتيوب وصاي هذا مكان باش يديروا بهم الباز. خاصه امير دي زيد هو كاع حاب يدير الباز. هو في اللايف الواحد يدي واحد 1000 اورو الليله، في لايف واحد يدي 1000 اورو. هو كان في الشهر يضرب واحد 7000 اورو بلا الباي بال نشفى لها. اسماعيل زيطوط في دوليامات قال لي عليها، قال لي كان كيحط الباي بال قال لي في ليله واحده دخل 10000. قال لي وكان يقول لهم دراهم المعتقلين، قال لي بصح ما كانش يمد. طمنوا دراهم المرته درك مازال ما داتهمش محمد عبد الله. مرت محمد عبد الله درك مازال ما داتش دراهم. هضرت مع اسيا قشتو الله دارني فوق، قلت لها دراهم تاع مرت محمد عبد الله كيفاش؟ قالت لي لا 60000 اورو بزاف، لو كان نعطيها لهم علاش ما ديرهمش هي في اسمها؟ كانيوت عندك واحد الليان في الماكينه تقدر دير لها دير اسمها بشغل هي المسؤوله على الكانيوت، هي المسؤوله على الكانيوت وتخرج هي الدراهم. زوجة محمد عبد الله ما ولاش تهضر مع امير دي زيد، ما ولاش تعطيه في المعلومات تاع محمد عبد الله لانه زوجها وهي راه في الخارج وكلش، ما ولاش تهضر معاه كاع ولا جايبها عقابها. ما وليش تهضر معاه لانه عرفته بلي انسان مسخ، ماهوش الناس كاع فاقت له دروك خلاص، الناس كاع فاقت له على بالها به بلي انسان مسخ يستخدم الناس. حتى انا داني فوا عندها 4 شهور ولا عرفت بلي الحكايه تاع سعيد شتوان هذيك غير الحكايه داروها باش يضربوا الحراك، هو دارها بالعاني باش يقول لها هي هم يغتصبوا في الناس هم يضربوا في الناس هم يعذبوا في الناس. الحكايه تاع سعيد شتوان هذيك هو دارها في الجروب، احنا عيطنا كاع في جروب بصح احنا في ديك الليله قصرنا. الغدوه من ذاك في الليل هو كان تواصل معهم. في نفس الليله صرات القضيه تاع سعيد سوا، خرج يبكي والاخر داير فيديو ويقول لك اغتصبوني الشرطه ما على باليش وداروا لي سلك. واش يدير امير دي زيد؟ هو كان هو اللي كاع اللي نصب هذا الفيلم، وهو اللي قال لهم هاش تقولوا هاش تهضروها من ديروا فيديوها واش من تخرجوها واش تقولوا. هو اللي دار هذا الفيلم، وهذه زيطوط على باله بها، وهذه اللي زادت ازمه العلاقه بيناتهم دانييرمون. بعد ما حكمتني الشرطه الفرنسيه وصرات لي ديبريسيون قررت انني غادر من فرنسا باش نروح للانجليز. محمد العربي زيطوط هو اللي تواصل معايا وقال لي كاين شخص من ايرلندا هذا هو اللي يديك البريطاني. تواصل مع جماعه في الترك قال لهم بلي يخدموا لي باسبور فرنسي وبطاقة إقامة فرنسية. اسم مزور إسحاق سيمون وباسبور فرنسي مسروق. محمد العربي زيطوط تواصلت معاه بواحد الأسبوع أسبوعين قبل ما نديماري البرتغال.
قلت له بلي اني رايح وجدوني وثائق وكلش. قال لي وجدوا لك وثائق؟ قلت له وجدوهم لي. قال لي مضمونه؟ قلت له انا ما على باليش. قلت له على الزهر وخلاص. قال لي اوكي. قلت له خلاص راني كي نديماري نقول لك. محمد العرب الزيطوط على باله بلي عندي كوارط مدرحين، كان على باله على الخمسه باش نركب. رحت للاباف، لاباف دومونداني على لاكارت، عطيتو لاكارت، دومونداني على البيرمي، عطيتو البيرمي. من بعد دومونداني على الباسبور، كي عطيتو الباسبور دار الباسبور في الماشينه، الباسبور خرج لهم في شي انتربول بلي الباسبور مسروق ومفيشي عند الانتربول. قال لي صبر نجيب لك ورقه باش تسنيها بلي ان الباسبور نحكمو عندي وتروح. قلت له اوكي. كي راح يجيب لي ورقه ويولي الدول، كي راح يجيب لي ورقه ويولي جاب لي الباسبور تاعي هذاك اللي جابه، وجاب لي ورقه تاع الانتربول. قال لي هذا ماشي انت اللي في الباسبور. اعتقلوني في 14 18 مارس دخلت للسونتر. من 18 مارس بلا ربعه بدا يتكلم معايا وبدا يقول لي ها واش تقولها واش تقولها واش تقول، دير لي فيديو ها واش تقول فيها واش تقول في ذاك الفيديو، ها واش تهضر في ذاك الفيديو. تما هذوك الفيديوهات كاع كان يقول لي هو ها واش دير ها واش تقول ها واش تقول. هادي صح، هادي حقيقه. قلت باللي ارواحوا وديروا مظاهرات وباللي زيطوط خطيه ومشي هو ما كاش على بالو هذه تاع الباسبور. اسماعيل زيطوط تواصل معايا لو 21 مارس، لو 21 مارس مع المغرب. قال لي حنايا رانا نعاونوا فيك ورانا نتهلاو فيك ورانا جايبين لك ديزافوكا ورانا نخلصوا فيهم ورانا واقفين ونخدموا لك في خدمه كبيره كبرها لك يردها حيه حيه داك شغل مونديال. من بعد يقول لك قال لي دير لي دي فيديو على اساس انهم غادي يعذبوك وعلى اساس انه لو كان تتكلم كاش حاجه من بعد شغل هما باش يبروتيجيو رواحهم. كان انا كاش ما نقول الحقيقه ولا نتعاون ولا نقول كيفاش يخدموا ولا كيفاش يخططوا ولا واش هو البلان تاعهم ولا، باش دائما يبروتيجيو رواحهم تاع انا قلنا لك هاهم جابوه هاهم ضربوه هاهم عطاوه ورقه وقالوا له هضر. وهذا الفيديو درتو ما درتوش من راحت روحي، الفكره جات مع اسماعيل زيطوط. طبعا ما تجيش مع اسماعيل زيطوط واحد وتجيب عند العربي زيطوط تقول له يدير فيديو لو كان يخرجوا يهضر. الفيديو قلت فيه بلي انه لو كان تشوفوني زعما هضرت ولا تكلمت بلي تعرضت للتعذيب. انا ما تعرضت للتعذيب، ما كان اللي ضربني، ما كان اللي توشاني، ما كان اللي سيف عليا، ما كان اللي هضر معايا، ما كان اللي دنا ليا، ما كانش اللي سبني. وملي جيت الحمد لله متهلين فيا، كليت شربت رقدت، راني تحت عند الامن صح، هذه دي بروسيدير قانونيه لازم تندار، لازم سيلون، لازم تحقيق، لازم هذه امور نورمال عاديه تصرى في كل دول العالم. بصح باش واحد يقول لك ضربني ولا واحد دنالي ولا واحد غير طيح لي بكلمه ما كاش. هذه نشهد عليها ضربك ونشهد عليها امام الله حقيقه. بصح الفيديو اللي درتو هذاك هما اللي قالوا لي ديرو، باسكو علاش؟ كنت انا تحت الضغط وكانوا يطمعوا فيا بالمحامي. انا درتو قبل ما تصرى هذه الضربه تاع المحامي تاع فالونسيا، تما انا كنت دائما ماشي معاهم في الفيلم تاع الصح، راهم يخدموني وصح راهم يجروا عليا وصح راهم يريدوني وصح راهم يديروا لي. هما ركبوا الموجه على ظهري لما شافوا الاعلام يتكلم عليا، ركبوا الموجه على ظهري وفريق عامل، لا فريق عامل لا والو، قاعدين كاع في فراشهم مضغطين بكوفيرتا تاع الماء وهذه كونيكتي، هذه هي الفريق العامل اللي خدم. خرجوهم الفيديو قال لك غادي كان يهضر يتعذب، نتحداهم يخرجوا فيديو تاع امير بيزات اللي تكلمت فيهم من 11 الى 18 فيديو خرجوهم. علاش هذوك ما خرجتوهمش علاش هذا خرجتوه؟ علاش كاش واحد صرح كاش واحد هضر كاش واحد كاش ما عندي محامي خرج قال بلي تعذب ولا ما صرا لي والو. خرجوا الفيديوهات تاع امير بيزات خرجوهم ولا نخرج انا نهضر؟ ما حبوش يخرجوهم، قال لي راهي كوبيري معنا، قال لي خليه. محمد العربي زيطوط قاعد يطبع شويه ولاد الناس على رسالهم، نتحداه الا هو راجل ينشر الفيديوهات 11 فيديو اللي تكلمت فيهم على امير بيزات. كي كنت في الحبس تاع فالونسيا قلت له انشرهم، وتكلمت مع اسماعيل خو قلت له انشرهم، قال لي لا راهي كوبيري معنا خليهم ما ننشرهمش. يتحداه ينشرهم ولا نخرج انا ندير فيديو ونتكلم ونقول واش قلت كاع على امير ديزاد، انا ندير لايف ونقول لهم كاع واش قلت على امير ديزاد، كيفاش كنت نتعامل مع عبد الله، كيفاش بعت الناس يسبوه، كيفاش داير لي كلو، كيفاش يحاول دائما انه لازم هو دائما يبقى في الساحه، لازم دائما تبقى تحت صباطه، ولازم تولي تعيط له غير صحفي ولا صحفي لا والو في حياته ما قراش كلمه بالفرنساوي ما عرفش يخرجها. المهم نتحداهم يخرجوا الفيديوهات 11 من 11 الى 18 فيديو اللي تكلمت فيهم على امير ديزاد. خرجوهم ونخرج انا نهضر.
تكلمت مع اسيا بشوت، كنا درنا كانيوت. الكانيوت هذه درناها في فرنسا، حليناها بالباوند، وحليناها على اسم دريس سي عبد الله. دريس سي عبد الله دخلوه الدراهم ديرنيرمون، غير صاموا ما عندهاش بزاف، عندها واحد 10 ايام ملي دخلوه الدراهم، دخلته 28000 اورو بوندا، دخلته تما كاين في الباب الاورو 30000 اورو دخلته. اسيا بشود ومحمد العربي زيطوط قالوا لي، عيطوني في التليفون قالوا لي رانا خلصنا 14000 اورو للمحامين تاع مدريد. الدراهم هما بقاو من الكانيوت هذيك اللي راني كنت لاعب فيها، اللي كانت فيها 28000. واسيا بشود بقات عندها 14000 اورو، مصدر تاعها مساعده ماليه تاع الاشخاص. الكانيوت هذه كانيوت اوفر، تما اي واحد يكليكي كارت فيزا يقدر يتبرع لك في الخارج. محمد العربي زيطوط تواصل معايا قال لي خلصنا المحامي ب 14000، وتواصلت معايا اسيا ثاني كانت تتواصل معايا اسيا بشوت، كانت تقول لي بلي محامي رانا خلصناه ب 14000، وكاين محامي راهم يخدموا لك القضيه والامم المتحده وكذا وكذا وكذا. هذه كذبه، ما خلصوليش المحامي ب 14000. المحامي اللي كان عندي في فالنسيا النهار الاخر قبل ما نجي هنا الجزائر وقعت له وثائق بلي ما راحش يخلص. اذا هذيك تاع 14000 اللي قالوا لي غادي يخلصوا بها المحامي كذبه وما كاش منها. هنا نعاود نولي للكذب والدجل اللي راهم يتعاملوا به ويديروا فيه. كي كنت في الكارد افي في فرنسا، هما خرجوا قالوا يقولوا باللي درنا له محامي من اشهر المحامين في فرنسا، وجا عنده وراح عنده وزارو. انا ما جا عندي حتى واحد في الكارد افي تاع فرنسا، جات عندي محاميه دوفيس داروها لي لابوليس. قلت لهم عيطوا لي المحامي، عيطوا لي المحامي. كي عيطوا له قال لهم ما نعرفوش. عادوا عيطوا له دوزيام فوا قال لهم ايه نعرفوا، قال لهم بصح ما نقدرش نجي. كيفاش انا محامي خلصها ب 6000 اورو وما تجيش عندي؟ كي خرجت قلت لهم كيفاش ما جاش وعلاش ما تحركش وما تجيش عندي وزارني ولا، قال لك لا وتما هذا ان كرون باطوني وهو ما يتحركش ويخافوا منه. قلتها للعربي زيطوط وقلتها لاسيق الشود، قال لك لا ما دير والو في بالك، وكان في تواصل مباشر مع الشرطه وكان بالتليفون معاهم. كيفاش بالتليفون معاهم؟ انا في المعتقل في السيلونه وتقول لي اتصل معاهم بالتليفون. محمد العربي زيطوط انا لما عرفته في ظرف 3 سنين جامي تلاقيتو، جامي نهضر معاه غير في التليفون. لما طحت في فرنسا في الكاردا في 24 ما با ما جاش عندي، وعنده باسبور بريطاني يعني مواطن بريطاني يعني محمي، علاش ما جاش لفرنسا الكاردا في؟ هذه وحده. وعلاش ما جاش لفرنسا لما قعدت تما كاين قريب 9 ايام ولا 10 ايام؟ علاش ما قدرش يجي ساعه يوقفها تما كذا مع الناس في السونتر تاع ديتونسيون هذا اللي كنت فيه هنايا، في سوا في تاع فرنسا ولا سوا في تاع اسبانيا؟ في تاع فرنسا قعدت 24 ما جاش عندي وما طالش عليا بورتو مواطن بريطاني. ومين كنت في تاع فالونس البارح وهاد السمانه ما جاش عندي وما طالش عليا، ما طالش عليا بورتو مواطن بريطاني وعنده الجنسيه بريطانيه ويدور ليبر في اوروبا وما كاش اللي يتكلم معاه. علاش ما يجيش يطل من يوقف غير ساعه يقول لهم روحوا نتوما وقفوا، روحوا نتوما ديروا، روحوا نتوما واسوا، روحوا نتوما خرجوا، روحوا نتوما انترفينو، روحوا نتوما. امير دي زاد قبل كي كان يطاكي فيا وكلش، كان يطاكي فيا هو اللي شكا بيا. من بعد كي دخلوني الكادافي وكلش قاعد يبكي عليا، وراح دار معايا كابتير على اس باش يبان هو المنقذ. بصح هو ولا العربي زيطوط الزوج يخدموا في مصالح تاعهم، كل واحد يحاول يدير بيك البوز باش يكسب بيك شويه تاع دراهم في اليوتيوب وخلاص، باش يدير بيك فيديو لايف في اليوتيوب ويدي بيك شويه تاع دراهم. عيط لي العربي زيطوط قال لي قال لك قاعد يعيط هو العربي زيطوط قاعد يحاول فيه، قاعد يبعث له في لي ميساج يقول له الله يرحم والديك شوفو يعيط لي ومنه ونطلب منه السماح وانا ما درت له والو والله غير كنت زعفان برك. بصح يكذب ما امنوش هذاك، ما هو يكذب عليها باباه يتاجر. الميزو زيطوط هذه جا عندي اليوم في السونتر تاع فالونس، جا طلع ليا يا ربي 5 دقائق، يعني جا عندي في الساعة التالية اللي بغاو يدوني فيها. أما شي 9 أيام ولا 10 أيام كومبلي ما جاش عندي، جا عندي في الساعة التالية باش يقول لي نتوما ونتوما ونتوما ونتوما. علاش؟ أنا محمد العربي زيطوط وأمير ديزاد ما داروا لي والو، باش نهضر عليك صراحة ما داروا لي والو. واش داروا لي؟ واش داروا لي؟ هضروك ها الدراهم داهم، هما قاعدين متضاربين على المناصب وشكون يدير الباز اكثر. ما على باليش انايا، هما دروك راهم في واحد في باري واحد في لندن، واحد يخدم مع الدي اس تي واحد مع باش يخدم.
ما هادو ما تستفادش منهم هادو. انا خلال 3 سنوات نعرف في محمد العربي ونعرف امير، لما تقربت منهم عرفت الحقيقه تاعهم. الحقيقه تاعهم انهم ما يخصهم والو، هادو ما يخصهم لا البلاد تتسقم، ما قاعدين يكذبوا على الناس برك. هادو ناس دي مرسيونير قاعدين يخدموا على الدراهم، يديروا في الباز، يجيبوا في الدراهم، يدخلوا في الدراهم باليوتيوب. والمبادرة هذه السياسية اللي كان معول يديرها رئيس الجمهورية، مكاش كاع اللي نضل عليها، مكاش اللي قال عليها، مكاش اللي قال لك ما يقولكش عليها، لأنه هما مستفادين. هما دايما يحبوا يخدموا بولاد الناس، باش دايما يطبعوهم على رسالهم، ودايما يحرقوهم، ودايما يخلوهم شغل دمية يتحكموا فيها كيما يبغوا، يعطيك واش يحب هو مش واش تحب انت. أنا لو كان سمعت بلي كاين عفو من الأول، نقدر في الباسبوري ونروح السفارة ونتكلم معاهم ونسيني على ورقة العفو وندخل لبلادي. صح غلط، ما كاش اللي ما يغلطش، غلط حقيقة غلط ايه، وندخل نبدا العقاب تاعي شحال اللي كتب لي ربي ومن بعد يرحمها ربي. انا غلطت، انا صح غلطت وارتكبت اخطاء وسبيت، نتمنى من الناس ايضا، من الناس اللي سبيتهم او شتمتهم او تكلمت عليهم، نتمنى يسمحوا لي. غلطة تاع واحد انسان كان مغرور به، كان الغالب كان تحت ظروف ضيقة، كان كلاجئ، ما عنديش واش ياكل، ما عنديش واش يشرب، كنت نتلقى في التعليمات. الغالب انا انسان، والانسان دائما انسان خطا، انا غلطت، انا نعترف بالخطا تاعي، مانيش نقول لا وما نعترف، انا اعترفت بالخطا تاعي وقلت بلي انه هاد الناس حقيقة اغتنموا بيا الفرصة وخدموا بيا وداروا بيا امور اللي ما تندارش. راني ندمت على الشيء اللي درت، نتمنى من رئيس الجمهورية يسمح لي ويطبق عليا العفو. انا نقول له هذا محمد العربي زيد نقول له احشم على روحك، راك كبير، راك كبير، راك قاعد تطبع في ولاد الناس وتخدم بولاد الناس وقاعد ترسل في ولاد الناس للحبوسات. انا شخصيا دارها معايا في العديد من المرات. انا بالنسبه للشباب، الشباب هذو اللي هم يديروا عليا وهم يسمعوا لهم، نقول لهم تعفوني، هذه تجربه شخصيه، مانيش ما كاش لي هدايا اللي معطوا فوق راسي ويقول لي هدر، تجربه شخصيه حقيقه. خطيكم من هاد الناس. انا نقول لي ما تسمح لي باسكو غبنتها معايا بزاف، طيب 3 سنوات غبنتها معايا تاع الصح. نتمنى ان شاء الله تسمح لي برك. هذا مثلا محمد العربي زيطوط اسير الشوتيه، وتواصلوا معايا ما تواصلوا معاها ونقول لها ما ديريش راسك في راس هذوك المرتزقه اللي راهم في الخارج وحاجه يلعبوا بك. هذو كيما نقولوا بالعاميه مدخلين الجزائر في حد. محمد العربي زيطوط وامير ديزات صح صراحه مدخلين الجزائر في حد. ندم الغالب، ندم دائما الجمعه الاخر.